لحظة سقوط الطموح، إعلان نهاية بيراميدز، البداية والنهاية. يلا بينا. في البداية كان إعلان ترويجي كبير، كل نجوم مصر تقريبا شاركوا فيه. اتقالت جملة محدش هينساها. البوس dice cambia tus principios apoya al club pirámides. وكانت دي البداية اللي كانت جملة واضحة جدا وواضح الغرض منها، غير مبادئك وشجع بيراميدز. في أغسطس 2018 تم الإعلان عن قناة نادي بيراميدز، اتقال فيها كلمة مهمة جدا من مدحت شلبي. وبالمناسبة مساء الأنوار بقى اسمه مساء بيراميدز. ما هي بيراميدز؟ هي مصر. مدحت شلبي قال ما هي بيراميدز هي مصر. وبعدها على طول وشهر 9/2018 تم الإعلان عن إغلاق قناة نادي بيراميدز. وفي أثناء متابعتي لنادي بيراميدز عشان أعمل الفيديو ده، استوقفتني كلمة لأحمد عفيفي أنا لحد دلوقتي مش عارف هو كان عايز يقول إيه. في البدء كانت الحكاية، ومن الحكاية جاء السؤال، ومن السؤال ستأتي الإجابة. البداية مع الحكاية. وفي حكايتنا كلام كتير. النادي الأهلي اللي كل الواهمين فكروا إن سقوطه هيكون مرتبط بلاعب أو إداري أو مدير فني. القلعة الحمراء، قلعة النسور، التاريخ، العظمة، الوطنية. النادي الأهلي لخصه رد بسيط جدا من كابتن محمود الخطيب الأسطورة لما تسأل عن اللاعبين اللي راحوا للبيراميدز وقال: أنا ما زعلتش، أنا زعلان عليهم. وفي 19/2/2022 صدر بيان عاجل من نادي بيراميدز بنقل ملكية نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي في 2022. وبعد المدة دي بحوالي 14 شهر، في 6/4/2023 بيان من نادي بيراميدز بإيقاف استثمارات النادي لعدم تكافؤ الفرص. في النهاية حابب أقول لك ما تفكرش إن بيراميدز هينتهي لما يبطل أو ما يعرفش ياخد بطولة. لا، بيراميدز معمول لغرض تاني. وافتكر أول كلمة في الفيديو لما تقال: غير مبادئك وشجع بيراميدز. محدش هيغير مبادئه. الأهلي فوق الجميع.